نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكل بيان إعادة فعل على تطبيق كونسياج. قم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، ثم اضغط هنا على تطبيقات، ثم سوف نقوم بالضغط هنا على سياج خاص بكم، سوف نقوم بالضغط هنا على إيقاف الإجباري، سوف نقوم بالضغط على الموافقة، سوف نقوم بالضغط هنا على مكان التخزين، سوف نضغط على مسح التخزين المؤقت، ثم سوف نقوم بإيقاف إعادة تشغيل الواي فاي خاص بكم. بعد سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل، وهنا سوف نقوم بالبحث عن سياج خاص بكم، سوف يظهر على هذا الشكل. وعندما تجدون هنا تحديد قم بالضغط عليه وسيتم تحديد تطبيقكم سياج. وهكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة، ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة. ونراكم في فيديو القادم إن شاء الله.